بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر أعضاء اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى والذي جاء بعنوان الاقتصاد السياحي في الجزائر آلية للتنويع الاقتصادي وآفاق تنميته في ظل التطورات العالمية المعاصرة. مداخلتنا موسومة بدراسة تحليلية لواقع الاقتصاد السياحي في الجزائر خلال الفترة 2015-2020. قد أدركت الجزائر أهمية الاقتصاد السياحي وضرورة تفعيل دوره من أجل تنويع اقتصادها، وهذا ما تجسد من خلال قيام السلطات العمومية بوضع المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 بهدف جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز وفق معايير مؤشرات دولية. وعليه جاءت هذه الورقة البحثية بالتناول بالدراسة والتحليل لواقع الاقتصاد السياحي في الجزائر، وذلك من أجل الإجابة الإشكالية التالية: ما هو واقع الاقتصاد السياحي في الجزائر خلال الفترة 2015-2020؟ تزخر الجزائر بالعديد من المقومات، حيث تتميز بشريط ساحلي يجعلها منتجاً أساسياً للسياحة الشاطئية، كما أن المناظر البركانية في جبال الهوغار وجبال طاسيلي من المناظر الجميلة التي تمكنها من دخول السوق السياحية الدولية بميزة تنافسية عالية، كما أنها تمتلك العديد من المعالم الأثرية، حيث صنف اليونسكو 7 معالم أثرية ضمن التراث المادي العالمي، منها قلعة بني حماد، جميلة وتيمغاد، وكذلك قصبة الجزائر، بالإضافة إلى العديد من المقومات المادية التي تتمتع بها الجزائر، منها هياكل الاستقبال، وكذلك المطارات والسكة الحديدية والمرافق الفندقية. من أجل أكثر على هذا الواقع سنحاول تحليل بعض مؤشراته. بداية، مؤشر مساهمة الاقتصاد السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبين الشكل أن نسبة مساهمة القطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي قد عرفت نوع من التطور الطفيف خلال الفترة 2015-2019، حيث انتقلت من 1.3% سنة 2015 إلى 1.8% مع نهاية سنة 2019، إلا أنها سجلت انخفاضاً سنة 2020، لكن على العموم تبقى هذه النسب منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي لمساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر سنة 2017 ب 10% وسنة 2018 ب 10.4%، وذلك حسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية، مما يدل على أن هناك قلة اهتمام بالاستثمار السياحي في الجزائر والتركيز على قطاع واحد وهو قطاع المحروقات. بين المؤشرات كذلك هو مؤشر مساهمة الاقتصاد السياحي في ميزان المدفوعات، حيث تبين النتائج الموضحة في الجدول بأن النفقات السياحية في الجزائر عرفت تذبذبا خلال فترة 2015-2019، حيث سجلت أعلى قيمة لها سنة 2015 وسجلت أدنى قيمة لها سنة 2016 ب 475 مليون دولار، وهي أعلى من أكبر قيمة سجلتها في جانب الإيرادات. وبالتالي نستنتج أن قيمة النفقات أكبر من قيمة الإيرادات على مدار فترة الدراسة، وهو ما يفسر العجز المسجل في رصيد ميزان المدفوعات، مما يؤكد على عدم قدرة الاقتصاد السياحي في الجزائر على تحقيق عوائد تدعم الاقتصاد الوطني. من بين المؤشرات المستخدمة هو حركية السياحة الوافدة في الجزائر، حيث تعرف الجزائر كل سنة إقبالا للسياح، وذلك راجع إلى تحسن الوضع الأمني في الجزائر وكذلك عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول خاصة تونس ومصر، مما دفع للسياح باختيار الجزائر كوجهة بديلة. من خلال الجدول المبين يتضح أن إجمالي السائحين في ارتفاع مستمر خلال الفترة 2015-2018، حيث قدر بمعدل نمو ب 55.38%، لكن نلاحظ أن سنة 2019 قد شهدت انخفاضاً في حركية السياحة الوافدة ب 10.77% مقارنة مع سنة 2018. يرجع هذا الانخفاض إلى الظروف السياسية التي عرفتها الجزائر والتي تتمثل في الحراك الشعبي. هذا المؤشر، هناك مؤشر حركية السياحة الصادرة في الجزائر، حيث نلاحظ أن العديد من الجزائريين يسعون إلى قضاء عطلهم السنوية خارج الجزائر، بالإضافة إلى الذهاب للعلاج، مما يؤثر بالإيجاب على معدل السياحة الصادرة، حيث يعكس الجدول الموضح بأن هناك نمو مستمر في عدد السياح الجزائريين نحو الخارج، حيث ارتفع عددهم من 3,638,140 سائح سنة 2015 إلى أكثر من 5,731,000
ألف سائح سنة 2019 بمعدل زيادة قدر ب 2.17% مقارنة مع سنة 2018. على الرغم من مختلف هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تهدد هذا الواقع. بداية، غياب الأمن، حيث يعتبر الأمن والسلام من بين المؤشرات التي اعتمد عليها في قياس مؤشر تنافسية السفر والسياحة، حيث سجلت الجزائر تحسناً في ترتيبها خلال سنة 2019 بعدما حصلت على ترتيب 53، في حين حصلت على ترتيب 95 سنة 2015. على الرغم من هذا التحسن الذي عرفته الجزائر، إلا أنها تبقى من بين الدول التي لا تزال تعاني من تدهور في جانب الأمن. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدم جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تتميز الجزائر بجاهزية متدنية من ناحية عدم القدرة على استخدام هذه التكنولوجيات في المؤسسات السياحية وكذلك وكالات الأسفار، نظرا لقلة الخبرة من جهة وضعف تدفق الإنترنت من جهة أخرى. بالإضافة إلى عدم ملائمة هياكل الاستقبال، فحسب ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، فإن الجزائر تعاني من عجز في طاقات الاستقبال والهياكل الفندقية، بالإضافة إلى نوعيتها السيئة، وهذا ما يجعلها لا تستجيب لمتطلبات ورغبات السياح. كما تتميز الجزائر بضعف التسويق السياحي واستخدام تقنية الإعلام الحديثة من أجل إعطاء صورة جمالية للجزائر كوجهة سياحية جذابة. لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي. تزخر الجزائر بمقومات مختلفة طبيعية تاريخية حضارية ومادية كفيلة بجعلها وجهة سياحية جذابة على المستوى العالمي. ضعف مساهمة الاقتصاد السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بسبب قلة الاستثمار فيه والتركيز على قطاع المحروقات. ارتفاع قيمة النفقات السياحية أكبر من قيمة الإيرادات، وهو ما أدى إلى وجود عجز في ميزان المدفوعات، وهذا نتيجة ارتفاع عدد السياح الخارجين عن عدد السياح الوافدين إلى الجزائر. غياب الثقافة السياحية في الجزائر. انطلاقا من هذه النتائج، يمكن تقديم بعض الاقتراحات: إنشاء معاهد عليا للسياحة مما يساعد على إخراج عنصر بشري ذو تكوين وفق المعايير الدولية في مجال الفندقة، إنشاء مكاتب الصرف حتى يسهل للسياح إجراء معاملاتهم المالية، الانتقال إلى السياحة الذكية التي تقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية، وذلك من خلال إنشاء منصات سياحية تكون وسيط بين السائح والفنادق أو منظمي الرحلات، إنشاء نظام معلومات جغرافي يضم كل المعلومات التي تهم السائح ويشمل خرائط المواقع الأثرية، الفنادق والمطاعم. شكرا على كرم الإصغاء، وعليكم السلام.